ونعيش دايم في ارتقاء. يعطيكم العافية يا شباب. من اللي عنده موضوع اليوم؟ كل واحد يقول للثاني أنا اللي بقدم. شوف شلون يعني الحماس. شوف أنا بقدم. يلا سعد عنده موضوعنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله عليك اليوم محضر يعني. موضوع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد اليوم ودنا نتكلم كل شخص منا حاب يكون شخص محبوب عند الناس، وده يكون شخص تذكره الناس بالخير، شخص لا يعني تترك لك بصمة في الحياة، الناس يحبونك. فدائما لازم أمور لازم أنك تسويها أو لازم تخليها من سلوكك عشان تنجح في حياتك وتكون شخص محبوب ويذكرونك الناس بخير. لازم تكون أول شيء واثق من نفسك وسعيد في حياتك، لازم تفخور بنفسك، فخور بما تقدمه أنت في حياتك. الشيء الثاني، اضحك مع الجميع اللي تعرفه واللي ما تعرفه. لا تكون شخص دائما ما تضحك مع الناس، اضحك مع الناس وخلك أنت أول الأشخاص اللي يبدون بالمصافحة والسلام ويعني تتعرف عليه. ولا تكون شخص دائما يعني شخص يعني سلبي وتعطيه نظرات يعني حقدة أو كذا، سواء تعرفه أو ما تعرفه. يجب دائما انك اذا صار خويك مثلا خوي عبد الله ولا خوي يزيد او اي شخص اذا كان خويي لازم اتفاعل معه في اموره الشخصيه. مثلا جاي يقول لك قصه هو حزين فيها، يعني قصه يعني جاته مشكله، هو يبي لانه صديقه لانه يعتبرك صديقه المخلص واللي يحبه دائما يفضفض لك مشاكله. فانت دائما لازم تكون شخص تتفاعل معه في هذه الامور، لازم تكون اذا ضايق تقول يعني تتعجب معه في الامور عشان يكون يحبك زياده ويعني يثق فيك زياده. فدائما كن شخص ايجابي في حياتك. ففي قصه عمر بن عبد العزيز دخل في مقبره فقاعد يقول ايها الموتى، فيعني قاعد يتخيل، قاعد ما حد يرد عليه. فقال يعني من كلامه قال نحن راحلون، فكيف يعني لنا نترك لنا ناس يحبوننا، لازم نترك لنا بصمة في حياتنا. فيجب انك قبل ما تموت تترك بصمة في حياتك، مو تعيش تاكل تنوم تفتح جوالك بس هذا همك في الحياة، لا بالعكس، صل وسو أمور دينية خيرية، صدق، خليك شخص محبوب، أترك لك بصمة في الحياة. فنقول في النهاية الموت هذا مصيرنا، الموت يأخذ الكبير والصغير، ما يأخذ الكبير بس أو يأخذ الصغير بس. فيجب أنك تترك لك بصمة في حياتك عشان يذكرونك الناس بخير. فاللي عنده قصة أو سالفة أو تعليق نبدأ محمد. يعطيك العافية على الموضوع. دائما في تواصلك مع الآخرين شوف الشيء اللي يحبه وتواصل معه حتى تقترب له ويقترب لك. مثلا أنا بتكلم مع عبد الله بتكلم عن إيش؟ التقديم، عن التفكير، عن مجال مدري إيش. بتكلم مع سليمان ممكن يحب الكورة، أشوف الشيء اللي يحبه وأسولف معه حتى يقترب مني وأنا أقترب منه. فدائما شوف النقطة الجميلة أو النقطة اللي يحبها يعني خويك أو اللي تسولف معه حتى ينجذب لك وتنجذب له. ودائما الابتسامة يعني هي اللي تدخلك إلى قلب الشخص قبل ما تتكلم أي كلمة. فالابتسامة وجهك صدقة، الابتسامة هي اللي يعني تخلي صداقتك دائمة بين الإخوان. يعطيك العافية. الكلمة الله يعافيك. بندا خلنا نبدأ. طيب سليمان. كل إنسان له بصمة في حياته سواء كانت خير أو شر، كل إنسان أنت أصلا وضعت بصمة، فأختر نوع البصمة اللي راح تبصمها. النبي صلى الله عليه وسلم وضع بصمته اللي هي بصمة الإسلام، اللي هي بصمة تعليم الناس وتعليم الناس وتوجيههم إلى الطريق الصحيح. لكن لما نجي في المقابل نلقى مثلا إبليس ترك بصمة الكبر، في المقابل نلقى مثلا أبو جهل ترك بصمة الكفر والطغيان، نلقى مثلا فرعون ترك بصمة أنها الكبر والطغيان والكفر بالله سبحانه وتعالى. فأنت ضع بصمتك واختر بصمة وانتقى.
سواء كانت بصمتك في حياتك، سواء كانت بصمتك في مماتك، سواء كانت بصمتك حتى في تعاملك مع الناس. اجعل تعاملك مع الناس، ترى أغلب الناس يحكم عليك من أول نظرة، فاجعل أول نظرة لك هي النظرة اللي تلقاه يتقبلك فيها أو يذكرك بالخير عند الناس. صحيح. على أطاري سليمان قال أول نظرة أنه يحكمك فيها، فإن دائما إذا الشخص أنت شفت شخص سلبي قابلك على طول بشيء سلبي، هذا يدل على تربيته، يدل على تربيته، فإن دائما تقبله إيجابيا وامش منه. لا تسمع إذا تشوف أنك راح تحصل معك مشاكل أنت فيها، عطه بنظرة كلام إيجابي وامش من عنده. لك العافية سليمان. عافيك مصر. نظرة طويلة لك. عندك طيب، نضع البصمات في كل مكان. هنا في الحلقة، بنخلص من الحلقة، ضع بصمة قبل ما تخلص من الحلقة. سوي شيء يجذب الناس بعيد عن الفلة والوناسة، سوي شيء يعني بصمة. لا تصمقون. اجعل لك دائما بصمة في حياتك كي يذكرك المجتمع بخير. إذا توفيت المجتمع ممكن يذكرك بسوء وممكن يذكرك بخير. في ناس كثير توفوا، فزي ما قلت ممكن أذكرهم بسوء ممكن أذكرهم بخير. فلا أقف هنا وكرر دائما، كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. الله عليك. الجد على الدور تحضر دينا في هذه الحياة. كل أنت زينا أنت دائما حبيبي وقلبي. إذا أهدى يا محمد الدكان. أهدى طيب شوية زيد نفسي للبصمة. كانت بصمة لله ولا لله أو للإنسان، يعني للعالم كله. في اللي هي يعني حط لك شيء خير، عمل خير أنت راح تلقاه في الدنيا وفي الآخرة، مثل برادة عند مسجد أو مصحف أو غيرها، أو صدقة جارية، أو صدقة جارية في أي مكان، أو موية توزع على عمال نظافة أو غيرها واجد. لكن بصمة الحياة، حاول أنك تسوي حاجة يعني يستفيد منها العالم، يستفيد منها الناس، يستفيد منها مثلا سو، حاول تفكر في اختراع أو تساعد الناس في اختراع أقل شيء يكون لك بصمة فيها، بغض النظر عادي إذا كان لك أو لغيرك. يعطيك العافية يا بندر. يعطيك العافية. يعطيك العافية على الفقرة الجميلة وعلى الموضوع الأجمل. كان عنده موضوع جاهز؟ أنا عندي موضوع. يا تفضل. الشهرة، صارت الشهرة في وقتنا سهلة الحين، مثل الانستغرام، تويتر، السناب، ومن إيجابات أنك تقدر توصل رسالتك بسرعة يعني. من سلبياتها شو اسمه؟ من السلبيات انها تفقد شيء يعني تحطه يعني في الانستغرام ولا ذا يعني، وبتفقده ولها ثمن. واتمنى كل مشهور يعني كل مشهور عنده عدد كبير انه يعمل الخير فيها قبل دنياه. وهذا الموضوع. يعطيك العافية. كلام جميل وموضوع اجمل. في احد عنده تعقيب عن الشهرة، عن كيف تصل رسالة؟ طيب انا يعني اول يلا عندك. طيب الشهرة دائما اما انك تطلع مشهور بطريقة أو رسالة جميلة، أو مشهور كفقاعة أو كفقاعة صابون. فيه الشهرة اللي ما شاء الله اللي لك رسالة، أنت ما دخلت الإعلام إلا برسالة، بتخطيط، بموهبة حقيقية، هذه أكيد أنك يعني أكيد أنك توصل رسالة، أكيد أن يعني مش يعني كل شيء بتسويه بيأثر على شخص، والشخص هذا تكسب كل أجره. ممكن الآن أنا اليوم طرحنا موضوع عن الصدقة، جاء اليوم شخص أنا أتابع قناة بداية رحت صدقت، الأجر بيطلع لمين؟ أكيد الشباب أخويا لأنهم طرحوا الفكرة. فدائما إذا أنت عندك لو إن شاء الله 500 متابع يعني أعطهم رسائل، انصح، ممكن واحد كذا يسمعك يسوي اللي قلته. بس فيك العافية. صحيح. ودائما أنت اعمل على موهبتك ونم موهبتك ولا تبحث عن الشهرة. إذا أنت نميت موهبتك وصلت يعني الموهبة نميتها راح تتطور، راح الشهرة اللي تجيك. ولا تبحث عن الشهرة يعني غصب، وبعدها راح تضرك في بعد سنوات. حلو. بالنسبة للمشاهير صح، بعض المشاهير ما نقول فيهم شيء يعني عادي، شهرته نقول عنده أسلوب كوميدي أو عنده حس الفكاهة أو عنده غيره، يعني ما نقول له موهبة أو نقول موهبة من المواهب إنه يكون عنده أسلوب كوميدي. لكن انتقي ألفاظك في بعض المقاطع، لأن ألاحظ بعض المشاهير وما محددين
تلاحظ اللي يسب يشتم وغير واجد، وعنده اطفال صغار يتابعونه، عنده يعني ناس صغار تفهم ممكن تطبق اللي تسويه وغيرها واجد. يعطيك العافيه، كلام جميل. مجال الشهره مجال كبير، والحين زي ما قلت اخوي مسفر ان الشهره الحين صارت سهله، مين مثل اول قد تتعب عليها، الحين لا، مجرد مقطع، مجرد تغريده، مجرد صوره راح تنتشر. حتى لا تحقر لو كانوا متابعينك اثنين، لان الاثنين هذول مو بس هم اللي بيشوفونه، قد الناس يشوفونه برا اثنين هذول. هذا شيء. الشيء الثاني، هذه رساله للمشاهير فقط اللي جتهم الشهره. اخي المشهور وجه شهرتك قبل ان توجهك، يعني قبل ما تشتهر فكر وش راح تشتهر فيه، مو بطقه والحقيقه هي لا. اذا قبل ما تشتهر حدد مجالك، حدد هدفك، حدد وش تبي توصل له بالضبط. لا تخلي شهرتك هي اللي تلعبك، لا، انت اللي يلعب شهرتك، انت اللي حط رساله معينه، انت حرك السكر في الشاهي، لا تخلي الشاهي هو اللي يدبس. فدائما مثلتي شعبيه وكذا جار روح لا بس يعني زي ما تقول اقرب للناس. فوجه شهرتك وحدد هدفك، عشان ما هي اللي توجهك وتعدمك، لان الشهره اذا عدمتك والله ما راح تنفعك، لكن لو عدمت الشهره هنا راح تضع بصمتك. الله عليك، كلام كليل صراحه. طيب في مشاهير اشتهروا زي كذا ثم تلاحظ سنه كذا ينزلون، ليه ينزلون؟ انهم ما وضعوا بصمه. لو انهم واضعين لهم بصمه وشيء يذكر في الحياه كان ما نزلوا بهالطريقه السيئه. فدائما اذا اشتهرت استفيد من شهرتك، لا تقول انا مشهور تصورون معي بس كذا، لا، استفيد من شهرتك، اعلن لاوقاف، يعني زي كذا. حلو، يعطيك العافيه. طبعا الشهره الان زي ما قال مسفر سهل الدخول لها، بس صعب الخروج منها. الله الان الله كيف بس؟ طبعا الشهرة يعني يبيك تقدم رسالة إيجابية في الشهرة، أنا ما أدري فيني مزكم، ف يعني حاول إنك تكون مشهور برسالة إيجابية. جميل، يعطيك العافية. مزكم. يعني عنده موضوع ثاني من الشباب؟ الشهرة، على طال الشهرة يعني عندي تعقيب بسيط. الله يستر، الحمد لله معك البيز عشان يعطوني التنبيه. خذ راحتك حبيبي، روح. لا، الشهرة عندي نقطة معينة فيها، اللي هي والله العظيم أسأل محدثكم، يعني أتكلم عن نفسي. قبل أول ما دخلت يعني في مجال الشهرة ومجال الإعلام وما أدري وشو، كنت أدور اللي يصور معي، كنت أروح المحلات ومكان التجمهر بس عشان يشوفون سامع عندي يصوروا معه ما أدري وش، أحس يا أخي بوناسة. لكن يا أخي يوم إني فكرت فيها، هذه صدق كانت فيني أنا، ما أنا أتكلم عن نفسي، كانت فيني. كنت اذا جاء واحد صور معي ومع اخوي وشخص عليه، يا شيخ ولا معك اهلك ولا يعني تشخص الصراحه. لكن في النهايه في الاونه الاخيره يا اخي صرت اتضايق من الموضوع هذا، يعني صرت احاول ابعد عنها. هذا اكد لي وشو؟ اكد لي كلمه قالها لي ابوي، قال لي سليمان شوف، قد ما تبعد عن الشهره قد ما تجيك لين عندك، وقد ما انت تدورها وتلاحقها قد والله العظيم لو تلف في الدنيا كلها والله ما تجيك. سبحان الله، كنت اول ادورها باللهيبه، تصدق اني يعني كنت ادورها ولا يجيني احد. لكن الحين يوم صرت اتضايق منها وابعد عنها ولا ابيها، مو بقول لك اني ما ابيها، لكن في ضيقه بالموضوع، صاروا الناس يعني زي ما تقول صرت احس بالشهره هذه، صرت احس بشعور ما احس به قبل. فقد ما انت تبعد عن الشيء وتخليه لوجه الله سبحانه وتعالى، قد ما هو بيجيك، وقد ما انك بتلاحق وراه قد ما هو والله لو تحفر ما يجيك، يعني مو بجايك للي مكتوب لك. يا سلام، تجارب مشاهير. تفضل يا فيعني عندك تجارب. عندك موضوع ثاني؟ عندك موضوع صح؟ ايه يلا. موضوع اليوم عن حسن الظن بالناس. الله يسعدك. ايه لا طبعا حسن الظن بالناس، انا بقول قصه، قصتين قصيره كلها. طبعا القصه الاولى يقول ايش؟ يقول في رجل
مرض ولدها الصغير، فأخذوا راحوا المستشفى وقالوا له إن في المرض كذا كذا ولازم، أعطوه مجموعة أدوية سعرها غالي على الرجل هذا. فدق على أخوه قال له إيش؟ قال أبغاك تجيب لي $100 بسرعة الحين. قال له إيش؟ قال ولدي تعبان وعلاجات ما تكفي ومدري إيش. فسكر الخط وحط الجوال، فهو يعني بيدق عليه أبغاه يستعجل عشان ولده. دق عليه مرة ثانية جواله مقفل. قال ما توقعتك كذا أخوي تسحب علي، قالها بينه وبين نفسه. فأخذ شوي راح الباب، الباب طق، في يوم فتح الباب أعطاه الفلوس وقال المعذرة ما لحقت إني أروح أبيع جوالي وأشتري جوال أرخص منه عشان أجيب لك الفلوس. فلابد إنك تحسن الظن قبل إيش؟ قبل لا تنصدم بالشيء اللي صاير وأنت ما تدري. صحيح. والقصة الثانية يقول فيه فقير رجل، لا لاحظهم في فقير يلحقه وراه، يوم نظر فيه قال يلا شبه الفقير هذا اكيد يبغاني يعطيه فلوس. يقول وامشي وامشي، يقول لين ناداني، يقول نظرت وراي قال اعطاه بوك، قال بوكك لقيته طايح. يعني حتى سوء الظن على انه بيعطيه فلوس، يعني حتى لو قل اعطاه 5 ريال ما هي ضارته يعني، وعاد اعطاه البوك وانصدم الرجال. طبعا لا تحسن الظن حد، لا تحسن الظن حد الغباء، ولا تسيء الظن حد الوسوسه. حسن ظنك ثقة وسوء ظنك وقاية. كلام جميل والله. حدث تعقيبا حسن الظن سوء الظن قصة صارت. تقول حسن الظن حد الغباء؟ لا تحسن الظن حد الغباء، يعني لا تحسن الظن في أي واحد، يعني شخص يعني وصلت إلى حد الغباء يعني ممكن يسوي أشياء يضحك عليك، هذا حسن ظن. عندك تعقيب يا عبد الله؟ حسن الظن دائما بالناس يكون شيء ايجابي، لكن انك تحسن الظن زي ما قال بندر الحد الغباء، ها شيء هنا الشيء السلبي، يعني الشيء زاد عن حد انقلب ضده. فدائما احسن الظن بالناس ولا تسيء الظن بالناس. بعض الناس زي ما قال بندر يشوف والله طاح البوك منه راح يجيبه له، يعني زي ما قال بندر. فدائما احسن الظن بالناس وفكر او ناظر نظره ايجابيه دائما. ان شيء زين يقول ان بعض الظن اثم، هو اثم، لا تظن باحد وانت ما تدري شو في خفايا ولا تشي عندك، هذا تقول صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تظن ان ظن السوء ان بعض الظن اثم، فلذلك الله سبحانه وتعالى ذم الظن السوء. ايضا لا تكن زي ما قال بندر، لا يكون حسن ظنك لحد الغباء، ولا يكون سوء ظنك لحد الوسوسة، فوازن فيما بينهم. الله. وبعدين أنت بحد ذكائك قد تعرف اللي قدامك، هذا شيء. الشيء الثاني سبحان الله، كل ما طابت نيتك كل ما طابت دنيتك، كل ما طيبت ما في خاطرك وأحسنت الظن حتى لو كان هذاك يعني في احتمالية سوء ظن، وأحسنت الظن فيه تلقى سبحان الله ربك يكتب لك الخير وييسر لك الأمور. فإحسان الظن بشكل عام هو يعني زي ما تقول هو الأفضل. وبس يعني لك العافية سعد. أحسن الظن سوء الظن، دائما أحسن الظن. إذا أحسنت في الظن في خويك أو في أي واحد دائما أحسن الظن، لأن الله يعلم ما في الخفايا، وإذا هو ناوي بك في شر في يعني ربي معك وأبد، لا تخاف. جميل. سوء الظن ما يأتي إلا من إيش؟ من ما تبين من المعلومة هذه. فالله سبحانه قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فدائما تبين من أي شيء حصل لك موقف. أنا أخطأت أمس لكن تبينت يعني أحسنت الظن وتبين لي أشياء واقعة يعني كانت عكس اللي موجود في مخي. فدائما تبين وصحح خطأك. ودائما احسن الظن، يعني دائما ممكن تصير بعض الأحيان مواقف ما تبيها أنت، لكن احسن الظن يكفي أن يعني إحسان الظن لك أجر فيه. بس يعطيك العافية. طيب هل عندك موضوع بعد؟ عندي قصة. عندي قصة وعندي قصة ولا وعندي شعر وعنده شعر. أسلم كان عندي. والله ما عندي ما عنده سهل خلص. بيت تقول عندك. طيب
يا رب اني اخطي. يلا طيب، هاي قصة الوالي والقرية الفقيرة، عاد يقولها؟ عرفها عرفها. ايه عرفها. طيب طبعا هذه قرية فقيرة، فجاء الوالي بحكمة وذكاء فقالوا شو؟ قال بحط قدر كبير، ابي كل واحد يحط كاسة لبن، بس بشرط ان الواحد ما يدري على الثاني، يعني تحطونها بدون ما احد يدري عن الثاني، حلو؟ يعني كل واحد يحطها بنفسه. فجاء الليل وجاء الاول وحط، قال وانا ما احط كاسة موية، ما حد حاس، بما ان القرية كلهم بيحطون لبن صح، فبحط موية يعني ما حد حاس يعني، هو حدد يقول حطوا لبن. اي حد لبن، فحط موية، قال ما حد حاس. ثم جاء الثاني قال اقول ما حد حاس، وحط بعد موية، والثالث والرابع يعني غشهم كلهم زي كذا، عرفت؟ انانية فيهم، ما يبون يخلصون اللبن اللي عندهم. جاء الصباح وجاء الوالي، ففتح القدر ولا كله مويه، كله مويه يعني ما في ولا لبن. فناظروا قالوا وين اللبن وين اللبن؟ قال هذا انتم حطيته، لا كلكم انانيه فيكم، ما ولا واحد منكم حط لبن ولا شيء. فهذه انانيتهم وماتوا وعاشوا بفقر وجهل. فالفائده انك لا تظن، لا تصير اناني، لا تصير اناني، خلك دائما كريم، خلك دائما كريم، جواد وجواد وزكي. يعطيك العافيه، الله يسعدك. هل انت ثقيل؟ ها دنكته يعني؟ تفضل عبد الله. انت تفضل عبد الله. كن دائما كريم وجواد زي ما قال، لا تكون بخيل وحسود وحقود. القصه يعني ان قال حطوا لبن، هم حطوا مويه، وذكرتني قصة باللي هو سالفة عمر الخطاب لما مر على أحد البيوت، شاف الأم والبنت لما كانوا يحطون الموية مع اللبن، مع اللبن أتوقع اللبن، فقالت لها البنت زي اليوم شلون يعني قاعد وش اسمه يشوفون الناس صح؟ أو قال ما حد داري عنه، الأم قالت ما حد داري عنه، قالت البنت رب العالمين يدري عنا. فمر عمر الخطاب وسمع الحديث اللي جرى بينهم. فدائما وش اسمه بغيت اقول حسن الظن بالله، لا تكون حقود ولا حسود وابد. يعطيك العافيه. انا ثقيل بالنسبه. لا دائم لا تغش الناس. خلك دائما يعني زي ما تقول، حتى لو قست عليك الدنيا خل املك بالله كبير وظنك برب العالمين كبير. الله دائما سبحان الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تلقاه هذا اللي غش باللبن زين، تلقاه يبيعه وياخذ فلوس ومره تمام، لكن فلوس حرام. لكن لو انه باع اللبن ولا غش وصدق مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى، كان تلقى رب العالمين يبدل بعضا منه وزين منه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعطيك العافية. عندك شيء بسيط؟ طبعا هالفقر، بس بقول شيء بس بسيط، هالفقر اصلا الفقر نفسه الاساسي الفقر ما جاء الا من حسد بينهم، حتى الوالي كان يبي يختبرهم عشان يعرف ليه هالفقر عام وليه يعني السوالف هاي جت. ف بس تفضل. حب لاخيك ما تحب لنفسك، يا سلام، هذا اول شيء. ثاني شيء يعني الله عطى اخوك هذا الشيء، شفت؟ ربي ما راح يوفقك الا يعني، اكيد انه ما اعطاك اياه الا انه اذا كان يتوزع تقدر توزع، وما ارسل لك هذا لانه يختبرك. ممكن الله ارسل لك حاجه قال ابغى اختبر، ايه ابغى اختبر بهذا، يروح يطلب من الحاجه هذه هو يوزعها. مثلا ارسل لك رزقك الله بقلب مليون ريال، شو جاني يزيد قال لي ابغى مثلا 200,000، محتاجها في دين، محتاجها في اكمل بيت، محتاجها وغيرها من اشياء. الله اعطانيها عشان يختبرني في يزيد، اني انا بشوفني انا اعطيه ولا ما اعطيه. ما اعطيت الله بيسحبها مني، لاني طمعت على النعمه، واصير احسد اخوي عليها. ولا لا تصير طماع ولا تصير حسود، لان ممكن راح تندم على اشياء كثيره. وفي قصه في واحد دخل بمبلغ في الاسهم وكسب مبلغ وقدره وخسر،
لأن قال خلني بزيد شوي. طبعا هذه صارت كثير من الناس ان فلسهم يروح يقول انا وصلت مليون لا بكملها مليون شوي ممكن تجي ومن مليون الى صفر. وصارت تتوقع قبل اعوام اتوقع انها صارت صالي وخصفة الاسهم النهائيه لانها نص الشعب. فلا تطمع في اشياء الله راح يندمك عليها بعدين. يعطيك العافيه ويعطيكم العافيه شباب جميعا. اسس كودي بصراحه قطعت كلام الرجال مجهز تعقيب لكن والله الوقت ما عاد في وقت. الله يعطيكم العافيه شباب وفاصل ونرجع انترو مع الضيف باذن الله. يلا بسم الله نروح هناك. يا مرحبا بالحاضرين تكرم مدينه لجلعين.